سياسات خارجية نشطة مستهدفة بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القوى الفاعلة في العالم، وده بيعزز القدرة الشاملة المصرية والأمن القومي المصري. هي أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للاحتفال بيوم الجمهورية في هنري منا أحمد. والمشاركة كضيف شرف رئيسي، وضيف يمكن هو ضيف الشرف الوحيد في هذا الحفل تحديدا، حفل الاحتفال بيوم الجمهورية في نيودلهي. خلونا نروح دلوقتي للعاصمة نيودلهي، العاصمة الهندية، وزميلنا محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليكم جميعا. محمد، يعني حطنا في تفاصيل احتفال الهند النهاردة بيوم الجمهورية تحديدا، ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم كضيف شرف رئيسي في هذا الاحتفال. بالتأكيد يعني مشاركة هامة للغاية في هذا الاحتفال الذي له طبيعة خاصة لدى الشعب الهندي. يعني على سبيل المثال، حينما العيد الذي سبق هذا الاحتفال تم دعوة 12 رئيس دولة لحضور يوم الجمهورية، أما في هذا الاحتفال فقد تم دعوة شخصية واحدة فقط، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي للمشاركة في هذا الاحتفال الغام لدى جموع الشعب الهندي. ما يزيد عن 1,300,000,000 هندي يحتفلون في شوارع نيودلهي وفي شوارع 27 ولاية هندية بيوم الجمهورية. يعني حينما تتابع الصورة معي، هو احتفال بالفعل، الجميع يرتدي ملابس جديدة، هناك عطلة رسمية في البلاد، كل الأماكن هنا، المولات، المحلات التجارية تغلق هذا اليوم للاحتفال بهذا العيد، وهو يأتي ضمن ثلاثة أعياد تحتفل بها الهند، من ضمنها يوم الجمهورية ويوم الانتهاء من الاستعمار البريطاني في أغسطس 1947، ويوم مولد غاندي 1869. ومن ثم هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة وكبيرة ورمزية لدى جموع الشعب الهندي، إنه به تقدير لأرواح الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استشهاد، في سبيل أن تستمر الهند وأن تتقف الهند في الحروب التي خاضتها الهند. وأيضا هذا اليوم تم توحيد الهنود جميعا على ميثاق واحد وعلى دستور واحد، وهو دستور 1950، بعدما تم تغيير وثيقة أو قانون الهند، وثيقة الهند التي تم صياغتها 1935. ومن ثم هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة، وحينما يتم دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا اليوم بالتأكيد له دلالات ومعاني كبيرة جدا تشير إلى عمق العلاقات المصرية الهندية، وبالأخص في الآونة الأخيرة. الهند في هذا اليوم، كنا مثلما كنا نتابع في العرض الذي صاحب الاحتفال بيوم الجمهورية، الهند استعرضت قوتها العسكرية وأيضا قوتها الناعمة المتمثلة في الفنون وما إلى ذلك. منذ الصباح الباكر وحينما أتينا هنا، أتينا قبل ساعات الفجر الأولى وقبل أن تبزق الشمس، كانت هناك أعداد كبيرة من الأطفال والعائلات وكبار السن ومختلف الشرائح العمرية أتوا إلى هذا المكان الرئيسي الذي يشهد يتم عمل الاحتفال به بإحياء يوم الجمهورية أمام بوابة الهند، تلك البوابة التي بها مثلما أشرنا أيضا نصب تذكاري يجمع أسماء كل الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في عدد من الحروب التي خاضتها الهند في تاريخها الحديث. نحن أمام يوم تاريخي هام له طابع خاص لدى الشعب الهندي، وحينما توجه الدعوة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي لها دلالات ورمزية كبيرة في خصوصية العلاقات المصرية. محمد، خلينا نقول إن احنا تابعنا مع بعض الاستقبال الرسمي اللي حصل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله يوم الثلاث، وتابعنا كمان الاستقبال الشعبي واللافتات التي تحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي وصوره مع صور واسم رئيس الوزراء الهندي. عايزين نعرف يعني التعامل الشعبي والاستقبال الشعبي للزيارة المصرية. حقيقة هو هي احتفالية شعبية، وتصاحبها فعلا استقبال رسمي واستقبال شعبي وحفاوة من جانب الشعب الهندي.
للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا في طريقنا لان ناخذ مكاننا في المكان الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الجمهوريه امام بوابه الهند. هناك اهتمام كبير من جانب الصحفيين والاعلاميين وكذلك جموع الشعب لان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري يحضر هذه الاحتفال، يحضر هذا الاحتفال الهام. وأيضا ما شهدناه في شوارع نيو دلهي من انتشار لصور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والصور التي تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي هي دلالات وإشارات على قوة وزخم العلاقات المصرية الهندية والتي تحتفي بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الهندية والتي تم تدشينها في علاقات الصداقة 1955. ومن ثم نحن أمام خطوة جديدة ودفء كبير في العلاقات ما بين الجانبين تبعناه على المستوى الرسمي فيما يتعلق بتوقيع عدد من كل الشكر ليك زميلنا محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري للهند. كل الشكر ليك محمد على التغطية، شكرا جزيلا ليك.